وجه خالد المشاعل المتعافي من فيروس كورونا رسالة للأردنيين مطمئنا إياهم عن حالته الصحية بعد معاناته مع المرض، مشيدا بالإجراءات الصحية المتبعة للسيطرة على الفيروس، ودعا المشاعل إلى ضرورة اتباع الإجراءات الحكومية الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس. يا سيدي، أول شيء أنا بدي أشكر قناة رؤية على هذه اللفتة الكريمة منهم ومتابعة حالتي كمصاب. كنت الحمد لله بفيروس كورونا والحمد لله تعافيت. أنا الحمد لله بصحة جيدة، الحمد لله كرم من رب العباد، الحمد لله أنا تعافيت من كل الأعراض بفضل الله عز وجل. سيدي، أولا أنا بشتغل كسائق ومرافق سياحي بالأردن. كان معي مجموعة سياحية فرنسية من 4 أشخاص، كنت معهم بجولة بالأردن لمدة يومين. باليوم الثاني تركتهم بيوم الجمعة، يوم السبت تم الاتصال معي من قبل مركز الأزمات وتم إبلاغي بأن المجموعة الموجودة اللي كانت معي حاملة لفيروس كورونا، وتم توجيهي إلى مستشفى الأمير هاشم لعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم وجود أو وجود فيروس كورونا. فالحمد لله باليوم الرابع طلعت نتيجتي بأني حامل للفيروس، وتم نقلي بإمبلانس من دفاع مدني وادي موسى إلى مستشفى الأمير حمزة. الحمد لله في مستشفى الأمير حمزة أنا مكثت 17 يوم. اليوم الثالث بلشت الأعراض معي بشكل قوي، هو عبارة عن ارتفاع بدرجات الحرارة و السعال والانهداد عام في الجسم وضيق في التنفس. والحمد لله من اليوم الخامس ولغاية اليوم الثامن أخذت الكورس العلاج عبارة عن 4 فترات بأخذ مضاد حيوي و3 فترات بأخذ خافض للحرارة، وبأخذ كمان كانوا يعطوني إبرة مدر البول و إبرة الامبرازول عشان المعدة. فالحمد لله في اليوم الثامن أنا بلشت أتشافى، الحمد لله صار خففوا عني إبر الخافض للحرارة. باليوم ال 11 بلشت بعمل فحوصات مسحات على مدار 6 أيام لليوم ال 16، وأنا بأخذ كل يومين بيعملوا لي مسحة لمدة 3 مرات. يعني الثلاث مرات كانت نيجاتيف، يعني الحمد لله أنه أنا أصبحت خالي من فيروس كورونا. أنا طبعا أنا دخلت ب 17 الشهر 17/3 وخرجت ب 2/4. طبعا نصائح الدكاترة أنه أنا لازم أحجر نفسي في غرفة لحالي، وحتى التعامل مع الناس اللي بدي أتعامل معهم يكون بحذر، لازم أكون لابس كمامة وقلفزات وعلى بعد 2 متر من أي إنسان أنا بدي أتعامل معه. رسالتي إلى الشعب العالم كامل وخاصة الشعب الأردني النشامة، أنا بوصلكم رسالة، ورسالة حقيقية نابعة من 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 قلب أخ صادق صاحب تجربة. مرض فيروس مش إنفلونزا عادية، أبدا أبدا ما كان إنفلونزا عادية. أنا أبلغ من العمر 46 سنة، أقل إشي في الوزن 70-80 مرة، أبدا ما كان الإنفلونزا العادية مثل إنفلونزا مثل التهابات فيروس كورونا. يعني أنا تعرضت لحرارة شديدة جدا 41، لضيق في التنفس، لنقص في الأكسجين، لعدم قدرة على الحركة. يعني تعرضت في أعراض أنا أول مرة بشعر فيها الحمد لله تعالى. بس أنا يعني الكادر الطبي الموجود بمستشفى حمزة أو على رأسهم وزير الصحة ومدير المستشفى وجميع الكادر الطبي هو عندهم القدرة التامة على السيطرة على أعراض هذا المرض الحمد لله تعالى، وأنا صاحب خبرة وأنا صار معي. هي نصيحتي لكم كشعب كمواطن، التزم في الأوامر بتصدرها دولتنا الرشيدة. لولا أنه دولتنا الرشيدة بتعليماتها وبأوامرها اللي أصدرتها، إحنا في وضع غير الوضع اللي إحنا فيه.